هلا. عطنا سالفتك يومك تقلد مصري وانت معزوم عند دواسر. هذا طال عمرك وعمر من يسمع. يقول كنا معزومين في مزاين في سعد. اي مزاين حياة الشهراني الله يرحمه، توفى والدينا ووالديكم. فكانوا عيالي معي الصغار، وقال المعزب ابيك تجينا بدون غترة على انك مصري. اي معي ديدسن قديمة. والله واجي يوم جيت ولا الخيام والكرفانات ولا دخلت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا والله ذاك الدوش قال الله لا يسلم فيك مغز زبرة وقعد هناك. قلت له والله مانيش قاعد هنا. والله إذا أنا قاعد بصدر المجلس. قال لي عقب بصدر المجلس العطران الشوار. والله قعدنا بصدر المجلس وقام يصيح عليه. المهم جاء الغدا. ايه وسولفون ورايحنا وسوينا وجينا ويوم جا الغدا وانا اسلم ومن قال لي اسلم وانا اجي وانا انط وانا قاعد على الصحن قعدت على المفطح. قال قم قم هناك مع البزرة قم المفطح حق الطحاطيح الرجال يا الرخمة قم هنا. قلت له والله مانيش قايم من الذنبة. قال يطر جابه طار يعني بوك ما الذنبة مفطح. قلت له مفطح والذنبة كل اخوات الله يلعنه ويلعن من عزمه. والله العنصري موت. المهم وانا اتغدى ويجيبها الله بجنبي هو ويقومون يقطعون له. وكل ما قطعوا له لقط الحمل. والله الهبره دي بنت حلال. اقعد اقعد عيب يعني كل ما يشقك له انا مو ذا ما يعرف يسوم الرجال. وكل ما قطعوا له والقطع. المهم خلصت ما احتريتهم لما يقومون الضيفان. قمت انا الله يخليك يا عم الشيخ ويكتر خيركم وانا اقوم. قال الشكوى على الله.